أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم ويا مرحبا بكم بحلقة جديدة من 442. في أوروبا استحوذ ريال مدريد على كل العناوين خلال الأيام الماضية، فهو بطل تشامبيونز ليج للمرة 15، وهو الفريق الذي خطف كيليان مبابي بعد مسلسل طويل تعددت أجزاؤه. على العلوم أغلق المشجعون صفحة الأندية وبدأوا يفكرون ببطولة يورو 2024 التي ستنطلق منتصف الشهر الحالي في ألمانيا. يا مرحبا بكم، نبدأ بالعناوين. ريال مدريد يكرس زعامته للقارة الأوروبية ويبدأ التفكير باللقب 16 لدوري أبطال أوروبا، ولسان حاله يقول الأرض أرضي والزمان زماني. مسلسل بابي وريال مدريد المستمر منذ سنوات ينتهي بالتعاقد رسميا مع الجوهرة الفرنسية. وبطولة يورو 2024 على الأبواب والمشجعون يترقبون صفارة البداية. مرحبا بكم، ابدا الحلقه بالترحيب بضيوف البرنامج. معي هنا في الاستوديو محلل 442 وصانع المحتوى الرياضي محمد حلمي راشد. مساء الخير محمد. مساءك سعيد استاذ معن، مساء الخير لجميع مشاهدين قناه المملكه والاخوه الزملاء. ان شاء الله تكون حلقه جميله بجماليه انتهاء الموسم الكروي الرياضي. اهلا بمحمد، كذلك ارحب عبر سكايب بنجم كره القدم الاردنيه، اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني كابتن خالد سعد من الزرقاء. ومن ابو ظبي ايضا ارحب بصانع المحتوى ومحلل الاداء محلل 442 طلحه احمد من ابو ظبي، او من عمان عفوا، طلحه عاده من ابو ظبي من عمان. مرحبا بكما. نذهب سريعا الى ريال مدريد ومن غيره سيد البطوله الاوروبيه وزعيمها ب15 لقبا. سيطرة الفريق الملكي على البطولة بتحقيقه 6 ألقاب في آخر 10 سنوات أصبحت مسألة تستحق الدراسة والتوقف عندها لمعرفة أسباب هذا التفوق الغير عادي. من الطبيعي أن ريال مدريد اسمه يقترن بالأرقام القياسية، حيث حمل تتويجه باللقب 15 العديد من الأرقام المميزة، نتابع جزءا منها ولنا عودة. أبدأ معك محمد، هنيئا لجمهور ريال مدريد بصراحة، يعني كل شيء تقريبا عندهم، وأيضا يصل مبابي بعد قليل سنتحدث في الحلقة، لكن هذه السطوة هل من سبب يفسر سطوة الريال؟ طب هل مثلا من هناك من أسباب
قد تبدو لمشجعين غير الفرق ريال مدريد أنه خلاص بدأت النهاية مع رحيل توني كروس، ناتشو قد يغادر، مودريتش قد يستمر لموسم ومن ثم يرحل، أم أنه لا، مع وصول تعزيزات مثل مبابي والمجموعة الموجودة من الشباب حاليا، فينيسيوس جونيور، بيلينغهام، رودريجو، بقية الأسماء كامافينجا إلى آخره، السطوة المدريدية ستستمر وتستمر وتستمر. يعني في البداية هي نذكر السبب العام، السبب الذي يوضح لماذا ريال مدريد منذ 10 سنوات تقريبا، وبمرور أيضا فترة انتقالية، يعني الفريق مر بفترة انتقالية عندما ودع الجيل الذهبي اللي هو كان في نهاية عام 2017 تقريبا، ومع ذلك حقق الفريق لقبين من دوري أبطال أوروبا ما بعد ذلك تلك الفترة، ولقبين مع سيد أنشوتي. الفكرة هي ليست فقط ببيريز، متمثلة ببيريز كاسم، هي أن الرئيس أو الإدارة التي تعمل مع هذا النادي هي تعرف حجم المدرب الفريق، يعني كاسم هي تعرف حجم ريال مدريد، بالتالي تتعامل مع ريال مدريد كريال مدريد. هذا الشيء فشل به كثير من الأندية على مدار 10 سنوات وخمسة عشر سنة والماضية والعشرين سنة. أكبر مثال مانشستر يونايتد كمثال، عندما كان لديه السير أليكس فيرغسون والسير يعرف كيف يتعامل مع هذا الاسم، وبعد ذلك ديفيد مويس، وبعد هو بدأت التخبطات. فبالتالي الإدارة، إدارة ريال مدريد متمثلة ببيريز، بسانشيز أيضا الرجل الخفي مساعد بيريز، يعرفون أنهم يتعاملون مع اسم كيان عظيم موجود داخل كرة القدم، فبالتالي يجب أن يتم التعامل بهذا الشكل. هناك احترام للنادي، احترام لشعار النادي، وكل لاعب عليه ذلك، كل لاعب عليه احترام هذا الشعار وهذا النادي. بالتالي تشاهد أن ريال مدريد يعني حتى وإن تعرض لبعض الانكسارات والانتكاسات يكون دائم سهمه تصاعدي يعود سريعا. نعم، فبالتالي هناك تفاؤل بما هو قادم، لأنه إذا نظرنا أفضل لاعب واعد في البطولة هو واحد من أفضل النجوم الموجودة في العالم وأفضل من نجوم فرق كبيرة، صح، اللي هو بيلينغهام كمثال، ومع انضمام، سنتحدث عن انضمام بابي وما إلى ذلك، وأيضا الاختيار الصحيح. أنت عندما تختار مدرب لنادي بحجم ريال مدريد، نادي بحجم بايرن ميونخ، نادي بحجم مانشستر يونايتد، وهذه الأسماء، يجب أن تعرف ماذا تختار. يجب أن يكون هناك مدرب لديه الخبرة الكاملة بالتعامل مع الكيان الكبير، وليس احنا لا نتحدث كرة قدم على الملعب، صح، يعني مش فنيا الموضوع، خارج الأمر، خارج، نعم، لأن ذلك ينعكس مباشر على الملعب وليس العكس. أداءك داخل الملعب الجيد لا ينعكس خارج الملعب على أبداً. الشخصية، على القيمة، نعم، على الموروثات. يعني أنشيلوتي بالمناسبة تحدث عن هذا الأمر عندما سأله الصحفيين، قال أن الموضوع يتعلق بالإرث، بالتاريخ، بجودة اللاعبين، وبشيء ما خفي بشخصية النادي. صحيح، جميل، وهذا الشيء الخفي يجب الحفاظ عليه عبر السنوات. فبالتالي استيقظ بيريز ارتكب بعض الأخطاء بتعيين بعض المدربين لا يليقوا بريال مدريد بكل صراحة، بالتالي خاصة بالفترة الأولى بفترة جالاتيكوس. نعم، ومن بعد ذلك استطاع أنه يعني حتى لو بتيجي كانت فترة سريعة وبينيتيس فترة سريعة ومن ثم انتشر الموضوع سريعا. يعني فاختياره لأنشلوتي هو يعرف أنه اختار مدرب لديه كامل الخبرة بالتعامل مع الجيل الذي تشبع بالبطولات ومع الجيل الجديد، ونجح أنشلوتي في عدة اختبارات. فبالتالي مزيج هذا الشيء، مدرب ملكي، شعار ملكي، نادي ملكي، يمنحك أن ريال مدريد هو سيد أوروبا باستحقاق. لا نتحدث على التاريخ، نتحدث على الحاضر، وهذه مشكلة كبيرة جدا لكل أوروبا. ماذا ستفعل الأندية أمام ريال مدريد في قادم السنوات؟ والله يطرب البروديوسر محمد جبور على كلامك عن ريال مدريد، هو متجلي اليوم في الحلقة من خلال المقدمة تبعنا. طيب كابتن خالد سعد، السؤال الذي طرحه محمد حلمي قبل قليل أوجهه إليك، ماذا الأندية الأخرى ستفعل، أو ما الذي يجب على الأندية الأوروبية في القارة العجوز أن تفعله كي تحاول أن تنافس مدريد على اللقب، تبعده عن عرش البطولة الأوروبية، لأنه يغيب موسم ويعود في آخر 10 سنوات عنده 6 ألقاب الفريق الملكي. نعم، يعني في أمور أخي معن ينظر إليها الأندية الأوروبية بصراحة باستغراب واستعجاب مما يحدث في ريال مدريد. ريال مدريد عندما نتكلم عن فريق كرة قدم لا نتحدث فقط عن فريق يلعب مباراة وإحراز بطولة وإحراز لقب، لا، ليس هكذا تدار أمور كرة القدم. هي تبدأ من منظومة، ومنظومة ريال مدريد ما أجملها من منظومة. المنظومة تبدأ من الإدارة، إدارة النادي فلورنتينو بيريز. لا يكاد أي رئيس نادي يوصل إلى تفكير هذا الرجل، ولا يصل إلى يعني كيفية إدارته لمشهد ريال مدريد بكل الحذافير، من تعامل مع الإعلام، من تعامل مع اللاعبين، من استقطاب لاعبين، كل هذا يأتي من الإدارة، إدارة النادي، سانشيز أيضا، وجود رجل في الخفاء كما ذكر أخي محمد حلمي.
أنه يعمل وبصمت دون الظهور الإعلامي دون لكن يقدم كل شيء كل ما في جعبته للإدارة أو للنادي. نذهب إلى الإدارة الفنية، الإدارة الفنية على رأسها كارلو أنشيلوتي. هنا نتحدث عن الإرث الكروي، نتحدث عن العلاقة والثقة ما بين اللاعبين وهذا المدرب. معاً خلينا نحكي بكل واقعية وبكل شفافية، إحنا اليوم لما يكون عندنا مدرب بقيمة أنشيلوتي، مين أي لاعب يشعر أنه أكبر من المدرب أو أفضل من المدرب أو حتى لا يسمع بقرارة المدرب؟ إحنا بنشوف أنشيلوتي هدوء، رزانة على الخط. ما شفنا أنشيلوتي في كل المواسم التي قضاها مع ريال مدريد قام بإبدال لاعب أو باستبدال لاعب في أول ربع ساعة. في مدربين بجم الغضب على اللاعبين انه بيحمل اللاعبين مسؤوليه باول 20 دقيقه ردود افعال، بنشوف كيف انفعالاته على الخط، بيقوم بتبديل لاعب يعني حتى يحسس الناس والجماهير انه هذا اللاعب اقام بتعطيل في منظومتي. ريال مدريد او كارلو انشيلوتي لم يبدل لاعب الا اضطراريا في اول ربع ساعه او في الشوط الاول. نذهب الى العلاقه والثقه ما بين اللاعبين والمدرب. تحدثت عن مدرب ياتي بافكار، الثقه اليوم كيف بتنزرع ما بين اللاعبين والجهاز الفني؟ اليوم انا لما تاتي اكلها، لما انا اليوم بكون في الشوط الاول بوضع سيء، تبديل واحد يجري المدرب، انا صار عندي ثقه ويقين بهذا المدرب انه قارئ كل افكار الفريق والفرق المنافسه ويقدم افضل ما عنده. بنحكي عن شيء الارث الكروي مهم جدا، اي لاعب بيدخل منظومه ريال مدريد اخي معن يدخل وكانه يلعب من سنين طويله وسنين طوال وحتى الفئات العمريه في نادي ريال مدريد. اذا كل هاي العلاقه المترابطه هي تجعل ريال مدريد هو اسطوره اوروبا في كره القدم، ليس فقط باحراز البطولات. تحدث ايضا زميلي الكابتن محمد حلمي عن كيف اداره الفريق خارج اوقات التدريبات او المباريات، يعني تشعر بان فريق ريال مدريد يشكل عائله، يعني حتى انتقادات ما شفناها بالاعلام، أي لاعب يذهب للإعلام يقدم كل شيء لخدمة الفريق، ما في انتقادات، دائما نتحدث أو يتحدثون بالإيجابية التي موجودة في نادي ريال مدريد. كل هاي سبل تجعل ريال مدريد هو أسطورة أوروبا ونادي قرن في أوروبا. يعني فعلا هذا سؤال محير اللي سألته واللي سأله حلمي، يعني كيف تنظر الأندية الأوروبية لريال مدريد؟ أكيد بغيرة وبحسرة، كيف يدار المشهد؟ طلحة، إليك السؤال ذاته، لأنه كابتن خالد شرح كثيرا واسترسل عن ريال مدريد، واضح أنه معجب بالتجربة ونجاحها والاستمرارية في النجاح عام بعد آخر، لكن ماذا على بقية الأندية الأخرى يا طلحة أن تحاول أن تفعل كي تحد من تلك السطوة للميرينج؟ يعني طيب يبدو أنه طلحة غير جاهز الآن للتواصل معنا، نعود مجددا إليه لاحقا. إليك من جديد محمد، أنت طرحت السؤال والإجابة، ما الذي يدور في ذهنك من إجابة؟ يجب إسقاط ما فعله بيريز على باقي الأندية من موضوع كيف، لكن الإرث والتاريخ ما بيجي بيوم وليلة طبعا، لكن تحدثنا جزء تحت الهواء، بعض الأندية في أوروبا لديها الإرث، الاسم موجود يجب أن تعمل عليه، مثل يعني مثل مانشستر يونايتد بكل تأكيد، بايرن ميونخ بكل تأكيد، هؤلاء أندية تستطيع أن تنافس، يوفنتوس هو الآخر، يوفنتوس، ميلان بشكل خاص في إيطاليا، وهذه أندية تستطيع مواجهة ريال مدريد، تستطيع أن تكون ند لريال مدريد إذا أوجدوا تاريخ، إذا يعني تاريخ حاضر، يعني شيء موجود الآن ملموس، إدارة صحيحة حقيقية للفريق بحجمه، توازي حجمه وتاريخه وجماهيره. مشكلة الأندية تتعرض لنوع من العضال الكروي على مستوى الإدارات، يجب عدم التعنت، يجب بيريز نفسه قدم كثير من التنازلات، شخصية بيريز في مرحلته الأولى مختلفة عن مرحلته الثانية، مختلفة تماما. هذا الرباعي فاز بالبطولة 6 مرات، نعم، ناتشو، كروس، مودريتش وكارفخال، كارفخال اللي افتتح التسجيل، رجل قصير لكنه مع ذلك جاء بالحل، ويضاف عليهم خينتو على فكره، خينتو موجود، صحيح، نعم، صحيح، خينتو موجود، صحيح. لكن هذا شيء يعني هو بوضح لك مدى يعني الامر جدا صعب، يعني يقترب الى الخيال ان يحقق لاعب واحد 6 ألقاب. ناتشو من لاعب مريض سكري، من فتى يافع باكاديميه ريال مدريد، كان سيوقف كره القدم تماما تماما، وعمل بصمت، هو كان يعرف انه هو ينافس لاعبين طراز عالمي، وهو أقل منهم جودة، لكن كان يعرف أن لحظته ستأتي، وبالتالي قائد اليوم، وكان قائد وكان مميز على فكرة، هو في هذه البطولة من أفضل المدافعين، صح، في هذه البطولة. كارفخال كذلك الأمر، كارفخال أنا شخصيا أنا برشحه لبلندور، يعني الناس تتجه دائما للاعب الهداف ولاعب خط الوسط الذي في عنده شو، لكن كارفخال يوضع من هؤلاء اللاعبين، هو من أفضل اللاعبين في الموسم، وطبعا لا يمكن تعريف مسيرة كروس ومودريتش بلقب واحد، غير عادي، غير عادل الأمر، لأنه هما أكبر من ذلك يعني. فبالتالي عندما يمتلك ريال مدريد هذا الشيء، عندما تنظر إن عام 2014 10 سنوات الفريق لعب 12 مرة في نصف النهائي أو النهائي، مرتين فقط تواجد في مركز في دور 16 وخرج، هذا شيء كبير جدا، هذا شيء يوضح أن ريال مدريد في هذه العشرية
في كرة القدم من عام 2014 من عندما حقق العاشرة، هو يريد صناعة تاريخ جديد للفريق، يريد أن لا تتكرر في فترة ريال مدريد السابقة 32 عام بدون تحقيق اللقب عندما حققه أمام يوفنتوس في 98. هذه الفترة كان العلامة التجارية لريال مدريد أصلاً قلت، لهذا بيريز عززها في بداية الألفية، سنوات العجاف عززها في الصفقات، الآن عززها بالألقاب. صحيح، اختلفت الأمور. صحيح. إذن إليك طلحة، وقبل أن نواصل الحديث لابد من التنويه بأنه الشوط الأول لمباراة منتخبنا الوطني أمام طاجكستان ينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف. أعيد وأكرر، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، المواجهة المهمة والمرتقبة للنشامة في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس آسيا وكأس العالم. كل أمنيات التوفيق للنشامة بالشوط الثاني إن شاء الله من أجل التسجيل. إليك طلحة، عندما نتحدث عن هذه السطوة لريال مدريد، قد لا يعلم البعض، وأنا قبل فترة كنت في طرحت سؤال على مشجعة مدريدية وهي يعني تزعم بأنها ضليعة في البيت المدريدي، الجيل الحديث لا يعلم بأنه مر على الفريق 32 سنة كما تحدث حلمي قبل قليل، عقود لم يفز بالأبطال، جيل خرج إلى الدنيا وعي، خلينا نحكي بالعامية، والريال بيفوز وبربح وبيكسب بسيطر. نعم معا، هذا الشيء اللي بيميز مشجع ريال مدريد أو اللي بيميز ريال مدريد كفريق أنك أنت تشجعه، هذا الفريق أنك تستمر معه، أنه دائما الفرح قد يكون موجود معك، دائما باب الفرح بما يخص كرة القدم يدق بابك في بكل فترة من الفترات، خصوصا هذا الجيل الجديد. نتكلم معا، إذا غاب عن دور الأبطال فهو موجود على مستوى الدوري، إن غاب على الدوري فهو موجود على مستوى دور الأبطال. الأخبار الجميلة، الصفقات، النجوم، الأسماء، يعني كل شيء بريال مدريد حاضر. تتكلم عن التاريخ حاضر، تتكلم عن الحاضر حاضر، وإذا بتتكلم أيضا عن المستقبل فريال مدريد دائما من أكثر الفرق اللي نتكلم عن مستقبلها، نتكلم عن مستقبل المدرب، مستقبل اللاعبين، من هو المدرب المستقبلي. هذه التوليفة التي صنعها بيريز بمنتهى الاحترافية، مع أن اليوم أنت لما تنظر إلى ريال مدريد تنظر إلى خط الوسط أو تنظر إلى المهاجمين أو تنظر إلى خط الدفاع، كيف تم يعني تغيير جلد هذا الفريق بطريقه انت يعني احنا مش مدركين كيف هذا الفريق تجدد بشكل كامل تقريبا. عناصر الخبره موجوده، العناصر الثقيله الرزينه موجوده، الشباب موجودين، المستقبل موجود كمان، يعني في عندنا بعض اللاعبين بيرهن عليهم المستقبل، وقتهم الان مش موجود. نتكلم على سبيل المثال صفقه اندريك للمستقبل مش لليوم، اليوم نتكلم عن امبابي. تخيل الصفقه الجديده اللي جاءت اليوم، امبابي نتكلم عنها اليوم، السنه الجاي واللي بعدها واللي بعديها، 3-4 سنوات 5 سنوات، لكن في عندنا المستقبل بعيد موجود. أردا جولير راح تعاقدوا معاه من تركيا، جابوه، هذا مش محسوب حسابه بخط الوسط. اليوم نتكلم عن بيلينغهام، نتكلم عن كامافينجا، نتكلم عن فالفيردي. فهذا الذكاء، الإدارة، إدارة الفرق يعني لا تقتصر فقط على البيع والشراء والدفع لا لا، إدارة هذا الفريق، إدارة هذا المشروع بمنتهى الحكمة، بمنتهى الاحترافية في ريال مدريد. الجميل أنه ريال مدريد الفترة اللي جدد فيها جلد الفريق، في الفترة اللي يفكر فيها في المستقبل، يحصد الألقاب. وأي ألقاب معنا؟ أي ألقاب؟ أبطال ريال مدريد بهدل دوري الأبطال معنا؟ يعني بموسم كان عنده غيابات كثيرة وإصابات عديدة وبالنهاية فاز باللقب، وعنده المهاجم تبعه خوسيلو، مهاجم الفريق المرنجي الذي أقصى بايرن ميونخ، ليس انتقاصا منه لكنه ليس بحجم بنزيما ومبابي وبقية الأسماء. يا طلحة، لو بدنا لو معنا نتكلم عن هاي على هذا الموضوع بحد ذاته، يعني هذا من الممكن يكون يعني تحطه بكفه، تحط كل شيء عملته اداره ريال مدريد وهذا الموضوع بكفه اخرى. انت لما ذكرت بنزيما، لما ذكرت كريستيانو رونالدو، تذكر راموس، تذكر من قبلهم هييرو، من قبلهم راؤول جونزاليس، هذه الشخصيه التي صنعها بيريز تريد ان تبقى، اهلا وسهلا فيك بناء على شروطنا اللي احنا نضعها عليك، بغض النظر شو اسمك، بغض النظر شو نجوميتك، بغض النظر عن اعلامك. كريستيانو رونالدو لما طلع من عندك من ريال مدريد كان هو اكثر شخص متابع في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي. اوكي، مصلحه نادي ريال مدريد اهم منك واهم من اي فريق لاعب اخر، فتشعر انه هاي الشخصيه جزء كبير منها يعود الى سياسه بيريز، وجزء كبير من اسباب النجاح مؤخرا تعود الى هذا الشيء اللي عمله بيريز. في مؤتمر دبي الرياضي قبل سنوات ذات يوم حاورت صديق هناك، قال لي كلمه لا انساها، قال لي بأنه بيريز ولد ليكون رئيسا لريال مدريد. على أي حال، مستمرون معكم وتتابعون بعد فاصل قصير.
بعد الإعلان رسمياً عن انضمامه إلى الريال، تساؤلات كثيرة عن مبابي وتوظيفه بتشكيلة الفريق الملكي بالشكل الأمثل. أهلا بكم من جديد. عندما تتابع مسلسلا دراميا فأنت بكل تأكيد تترقب الحلقة الأخيرة منه والنهاية إذا ما كانت سعيدة أم حزينة. مسلسل ريال مدريد وكيليان مبابي الذي بدأ في العام 2016 انتهى بخبر سعيد لعشاق الميرينجي، وهو التعاقد رسميا مع الجوهرة الفرنسية بعد سنوات وسنوات من الترقب والانتظار. يملك كيليان مبابي الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية من ناحية والده والأصول الجزائرية من جهة والدته، يملك سجلا مميزا من الأرقام والألقاب مع موناكو وباريس سان جيرمان، بالإضافة لتحقيقه كأس العالم 2018 مع منتخب الديوك الفرنسية. نتابع أبرز الأرقام في مسيرة الفتى الذهبي للكرة الفرنسية. من جديد إليك محمد حلمي راشد. فتى يافع عمره 26 سنة، يعني في سن متوسط، بدأ مرحلة النضج دعنا نقول الكروي، لكن حقق كل شيء ما عدا دوري أبطال أوروبا. عنده كأس عالم، عنده بطولات دوري حدث ولا حرج، أمم الأوروبية لم يحققها مع المنتخب الفرنسي، لكنه حقق البطولة الأخرى لدوري الأمم الأوروبية. لكن دوري أبطال أوروبا تبقى مسابقة لها نكهة خاصة. هو راهن كثيرا على أن يصل للبيت المدريدي من أجل تحقيق هذا الحلم. لفتتني صورة له بالعرض اللي تابعناه مع تيري هنري، الرجل الذي اسم تاريخي في فرنسا لكنه استعصت عليه مسابقة دوري أبطال أوروبا إلا عندما انتقل. هو يعني فترة انتقاله استعصت عليه في أرسنال، عندما انتقل حققها صحيح في برشلونة مع غوارديولا، صح؟ وبالتالي شيء متشابه. نعم، شيء متشابه ما بين كيليان مبابي وتيري هنري. ممكن ما هو مش ممكن بهامش تأكيد كبير أنه عندما ينتقل إلى ريال مدريد ويصبح لاعب ريال مدريد، الأمر أصبح رسميا أن يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا. اللاعب الذي حقق منذ فترة ليست طويلة، يعني يتذكر الجميع هاتريك في نهائي كأس العالم، شيء لم يفعله أساطير في كرة القدم. وترجع من 2-0. نعم، فاللاعب لديه بالمناسبة شخصيته شخصية لاعب خبرة جميل. يعني الفيديو اللي بنهائي كأس العالم تحفيز لزملائه أكبر منه في العمر. فهذا الشيء، هذا الشيء ما يحتاجه أي لاعب لكي ينجح في ريال مدريد. لكي تنجح في ريال مدريد، لكي تنجح لأنك أنت الآن تحت الضغوط وليس العكس. الآن ريال مدريد ليس مطالب بإنجاح هذه الصفقة، يجب أن تنجح أنت بنفسك، يجب أن تثبت نفسك أمام فينيسيوس جونيور وأمام رودريجو، أمام بيلينغهام، أمام هؤلاء اللاعبين الذين حققوا للتو دوري أبطال أوروبا. وبالتالي كاسم كيليان مبابي الآن هو عليه أن ينجحه وليس العكس. الضغوط ليست على بيريز كما كان عندما يأتي بالصفقات، هو يريد أن ينجحها لكي يجمل صفقته، يجمل نفسه أمام الناخبين، أمام الجماهير. لأن الأمر كله مناط عند كيليان مبابي، وبكل تأكيد هو إضافة استثنائية لهذا الفريق، استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وبأرخص الأثمان. نعم، بلا دفع أي يورو لنادي باريس سان جيرمان. فبالتالي هذا يوضح كيف يعمل النادي الملكي، وأيضا يوضح رغبة اللاعب ساعدت لشان. يوضح أن كيليان مبابي كان يريد هذا الشيء، وعدة الضغوط وعدة أسباب تحدثنا فيها كثيرا في هذه الحلقات، لم عبر سنوات تحدث أجلت هذا الأمر. فبالتالي هذا المسلسل الذي ذكرناه في البداية، هذا المسلسل هو كنهاية كانت محروقة في يعني الآن المشاهد ريال مدريد هو يجلس ويريد أن أثبت نفسك الآن كيليان مبابي، ويستطيع ذلك فنيا على أرض الملعب، يستطيع ذلك بدون التعرض لأي لاعب آخر وسحب البساط منه.
هذه هي فكرة وجود كارلو أنشلوتي ورؤية بيريز، أنه لماذا لا نحاكي باقي الأندية كما فعلوا في عدة أجيال، كمثال كإيسي ميلان، كمثال إيسي ميلان كان لديه عدة نجوم أساطير كلهم نجحوا على أرض الملعب، كلهم لديه أدوار، وأيضا مانشستر سيتي كمثال، مثال حديث لديه عدة نجوم على أرض الملعب واستخدام غوارديولا كامل. فبالتالي بابي يستطيع أن يكون أساسيا مع وجود فينيسيوس جونيور ورودريغو وبيلينغهام، هؤلاء المجموعة كاملة. عجبني جدا السرد اللي تفضلت فيه محمد، وصولك إلى الأمور الفنية. لنذهب مباشرة إلى كابتن خالد سعد. فينيسيوس جونيور المشجع التقليدي المتابع، دعنا نقول التقليدي لكرة القدم، يقول أين سيضع مبابي؟ مبابي يفضل اللعب على الرواق أو على الجناح، وفينيسيوس هناك موجود على الجهة اليسرى. فنيا أنت كمدرب كيف تنظر للتوظيف الأمثل لكيليان مبابي ضمن المنظومة لريال مدريد، وليست منظومة عادية تفوز بدوري الأبطال وبكل شيء تقريبا؟ نعم معن، أنا على المستوى الفني كمدرب أنا للفريق مش بس بنظر للأمور أنه كيف تدار المباريات أو كيف يكون مركز كيليان مبابي أو كيف يكون مركز فينيسيوس جونيور أو ماذا نفعل برودريغو، هذا ليس الأهم. الأهم هو إبقاء غرفة اللبس، غرفة الملابس، وإبقاء النادي في أمان، إبقاء اللاعبين بهدوء. اليوم الصفقة اللي تم استقطابها إجت بصراحة الهايب، لما نحكي في هاي الصفقة الضجيج الإعلامي بصراحة، مع أن الصفقة ما كانت يعني كبيرة بنظري، يعني كان صفقة أردا جولير أكثر إعلام وأكثر يعني تنويه من صفقة كيليان مبابي، لاعب قدم إلى النادي يعني فور فري، وهذا مهم جدا لإراحة بعض اللاعبين، مع أن اللاعبين عبارة عن بشر. يعني لما يجينا لاعب ب 300 مليون، لاعب بهالة إعلامية، لاعب تشعر إنه اللاعب قيمته أكبر من النادي، هنا يحدث انكسار ما بين اللاعبين، يحدث علاقات سيئة، يحدث مشاحنات للمدرب، وهاي تنعكس على الفريق بالأداء الفني. خلينا نحكي عن كيليان مبابي فنيا، نعود إلى الأمور الفنية معا، ولسؤالك للتوضيح أكثر، كيليان مبابي لا شك بأنه لاعب قيمة عالية وقيمة فنية يعني يرضى بها أي مدرب، أو أي مدرب يتمنى وجود كيليان مبابي في هذا الفريق، للناحية الهجومية، للإمكانيات الفردية، للسرعة، للمهارة، لا 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 لا، فنياً لاعب مليء بالإبداعات. أين سيوظفه أنشيلوتي، رأس حربة أم على الطرف مكان فينيسيوس، ونقل لربما فينيسيوس أو رودريغو لرأس حربة وهمي، لأنه مبابي يفضل جناح أكثر من مهاجم. ما في تغيير على طريقة اللعب، يعني حيكون عندك ثلاثي في خط المقدمة، ثلاثي بلا مركزية، مهم جدا انه اللاعبين يعرفوا انه الموجود في البوكس هو المحطة وهو سترايكر، هو المهاجم الصريح، يعني سواء كان فينيسيوس، سواء كان رودريغو، سواء كان كيليان مبابي، يعني كل اللاعبين يجيد هذا المركز. انا بوجهة نظري اعتقد انه كيليان مبابي هو الافضل انه يكون مهاجم، يعني عنده النزعة الهجومية، عنده الحس التهديفي اكثر، عنده السرعات اللي ممكن يعملها، الدوران الفي واليو بيعرفوها الاخوة الفنيين، الدوران والذهاب إلى المرمى، يعني هاي أسهل، تسهل على كيليان مبابي أكثر من رودريغو وأكثر من فينيسيوس جونيور. فباعتقادي الشخصي أنه كيليان مبابي سيكون هو المهاجم الأساسي الرئيسي للفريق. أيضا حتى لو كان هو يفضل اللعب على الطرف أكثر، لأنه إنريكي مثلا كان يحاول يوظفه برأس حربة، لكن مبابي كان يفضل أن يلعب على الطرف أكثر. مع وجود كيليان مبابي في باريس سان جيرمان مختلف تماما عن وجوده في ريال مدريد. حبيبي انت اليوم في ريال مدريد بتسمع كلام المدرب، عنا إدارة فنية، عنا كلام مدرب، حبيت تلعب في هذا المركز، اتقنت ادوارك في هذا المركز العب، ما اتقنت زي ما حكيت عنا خوسيلو، اخرج فريق من اقطاب اوروبا بخوسيلو، وليس انتقاصا من قيمة هذا اللاعب وقدر هذا اللاعب، لكن خوسيلو نعلم انه هو المهاجم الوحيد الاساسي الصريح في فريق ريال مدريد، ولم يلعب لأوقات كثيرة، ولم يلعب دقائق إلا معدودة، ومع ذلك كان له جزء كبير ودور كبير في تأهل الفريق. نعم كان حاضرا معنا، لكن إحنا اليوم بنحكي عن قيمة ريال مدريد تختلف تماما عن أي نادي في أوروبا. نعم. فريق ريال مدريد من الفرق المقدمة في أوروبا، وليس بقيمة يعني وقدرة أي لاعب يكون أفضل من النادي، وهذا مهم جدا. وصلت الفكرة كابتن خالد إليك من جديد. طلحة، مبابي انتظر سنوات وسنوات مع باريس سان جيرمان، اقترب في 2020-21 عندما لعبوا النهائي ضد بايرن ميونخ، لكن فاز البافاري الذي لا يقهر هانز فليك، وصل إلى نصف النهائي أيضا. مبابي اليوم عندما يصل للريال و
وكأن الريال في هذه الفترة في هذا العقد من الزمن يحقق الأمنيات لنجومه. لو عدنا في التاريخ 2014 البطولة التي استعصت العاشرة التي انتظرها جمهور المرنج لسنوات وسنوات، أين أحرزها الريال؟ في الإسبانيا، في البرتغال، رونالدو. 2022 بنزيما بفرنسا، وهذه المرة جود بيلينغهام أين؟ في ويمبلي. يمكن القول بأنه الموسم أو المواسم المقبلة ستحقق أحلام إمبابي، ولربما لا في العاصمة يعني الفرنسية باريس. ممكن، وارد جدا، كل شيء بريال مدريد ممكن، وهذا الشيء اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل. حلو هذا التصريح. كل شيء. كل شيء ممكن فيه. يعني إذا قلت مش ممكن بكون أنا الشاذ عن القاعدة بصراحة. ريال مدريد ما يعني كله متوقع عند ريال مدريد. هناك من يتهمنا طلحة بأنه من الجمهور، هناك من يتهمنا بأنه بنطبل لريال مدريد، مظبوط هذا الحكي؟ هذا شيء طبيعي معن. الآن حط برشلونة مكان ريال مدريد وسنتهم بالتطبيل إلى برشلونة. المشكلة إن الموضوع إنه ريال مدريد يجبرك إنك أنت تتكلم عنه، هذا أنت ما بتألف ولا بتجيب شيء، أنت بتجيب من واقع، أنت بتحلل الواقع. الواقع صحيح. المحلل معن يحلل الواقع، يحلل المباراة، يحلل الوضع السياسي، يحلل المشهد اللي أمامه. إذن المشهد حاصل، إحنا ما منجيب مشهد من خيالنا، ومن هذا واقع اللي حصل لريال مدريد هو واقع. وبناء حتى لما تسألنا عن التوقعات، تسأل المحللين أو أصحاب الخبرة في المجال الرياضي بأي مجال عن التوقعات، سيستشهد بالحاضر والماضي ومن خلاله يطلع في المستقبل. فلما نتنبأ في ريال مدريد في المستقبل فهذا الشيء مش جاي من فراغ. هذا أولا. نقطة ثانية معي، رب ضارة النافعة بالنسبة لتعاقد إمبابي لريال مدريد في 2017 18 19 20 21 لما ريال مدريد كان بأمس الحاجة لإمبابي، كان إمبابي يلعب بمركز واحد فقط، هو مركز الجناح. تخيل معي لو جاء إمبابي في مركز الجناح كان ما فيش فينيسيوس جونيور حاليا صراحة، لأن فينيسيوس جونيور لم يكن متفجر على أرضية صح. الآن وصل إمبابي وهو يلعب كرأس حربة ويقوم بهذا الدور بفريقه سواء مع المنتخب أو مع البي أس جي، وعندك لاعب هو الأفضل حاليا على مستوى العالم فينيسيوس جونيور. فأنظر حتى سبحان الله حتى التأخير هذا بالنسبة لريال مدريد، وجاء بصفقة مجانية وجاء أيضا بوضعية أو هاي الفترة أخرجت فينيسيوس جونيور، وأنت كمهاجم صرت متمرس على هذا. الظروف مثالية، شغلة جدا بالنسبة لريال مدريد. سبحان الله هذا الفريق كل شيء ضابط معاه معن تحكي لي بطبقه كل شيء ضابط معاه. لما كان ريال مدريد قبل 3 أو 4 مواسم يريد التعاقد مع امبابي، كان ريال مدريد بأمس الحاجة إلى امبابي، كانت كل الدنيا تتكلم روح جيب الجوهرة خليفة كريستيانو رونالدو وكل شيء بامبابي. كنا نشعر أنه ريال مدريد بحاجة امبابي بدرجة كبيرة. اليوم امبابي هو بحاجة ريال مدريد بدرجة أكبر. صحيح. امبابي بحاجة ريال مدريد وبحاجة هذا الفريق، بحاجة هذا التوجه، بحاجة كل شيء. فهي صفقة مثالية. لما كان مبابي عمره 17 سنة كنا عارفين بقرارة أنفسنا أنه سيرتدي هذا القميص وسيلعب لريال مدريد. نعم. كنا نتوقع أنه لو ريال مدريد وضعيته كانت سيئة سيأتي مبابي كمنقذ، ولكن حاليا ريال مدريد ناجح بمبابي وغير مبابي واعتبره تطبيل معك. كلام كبير والله. جبور مكيف عليك اليوم، شاعر بحكي فيك. يعني حتى الراحل مارادونا كان قد نصح بيريز بضرورة التعاقد مع مبابي قبل سنوات. على أي حال نذهب إلى أين؟ إلى إيطاليا، حيث أعلن نادي نابولي التعاقد مع المدرب المخضرم أنطونيو كونتي لقيادة فريق الجنوب الإيطالي بدءا من الموسم المقبل. عقد كونتي سيستمر مع النابوليتانا حتى العام 2027. سبق لكونتي أن درب فرق يوفنتوس وإنتر ميلان وتشيلسي ومنتخب إيطاليا، كما درب أيضا في إنجلترا توتنهام، لكنه بقي بدون عمل منذ مغادرته النادي الإنجليزي. إلى إنجلترا، حيث أعلن تشيلسي اللندني عن التعاقد مع الإيطالي إنزو ماريسكا مدربا جديدا للفريق للبلوز ولمدة 5 سنوات. بدوره يواصل سبيشال وان جوزيه مورينيو ما يمكن تسميته بالتراجع في مسيرته التدريبية، حيث ابتعد وللمرة الأولى منذ 2004 عن الدوريات الخمس الكبرى بعد تعاقده مع فينربتشي التركي. إليك محمد حلمي راشد، أنت رجل مهووس في الكرة الإيطالية ومختص بها. كونتي إلى نابولي، يمكن لعقلية كونتي المدرب الخبير في الدوري الإيطالي واللي فك شيفرة مع إنتر ميلان بعد غياب لسنوات وقدم لنا، ساهم في تأسيس مشروع إنتر الحالي، يمكن لعقليته أن تنسجم مع عقلية الرئيس دي لورنتيس؟
سؤال صحيح وتساءل عنه الجميع، يعني حتى هي فترته مع توتنهام داني ليفي قريب من دي لورنتس بنفس العقلية تقريبا، وخرج كونتي طبعا وحرب إعلامية هجوم على فتح توتنهام. مدافع عليه نعم، فبالتالي هذا شيء متوقع أن يحدث، لكن هناك بادر التفاؤل لأن سباليتي من المدربين العنيدين، شخصيته قوية جدا على فكرة، وصدامي مع الرؤساء دائما، هذا شيء كان مع روما واصطدم بتوتي واصطدم بكل جماهير روما جميعهم، فبالتالي دي لورنتس نوعا ما يعرف التعامل مع الشخصية العنيدة، فبالتالي هناك تفاؤل بما هو قادم لجماهير نابولي بوجود أنطونيو كونتي، بوجود هذا المدرب، ومدرب يستطيع أن يخلق فريق من لا شيء، فريق محلي تنافسي رائع جدا. انت يوفنتيني نعم. علينا الا ننسى انه هو 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 من قاد شعله عوده اليوفنتوس صحيح. محليا. ف انا بشوف انه خلف الاستوديو في هدف للمنتخب واضح انه منتخبنا نعم. الوطني يسجل الهدف الاول الان عن طريق مين شباب خبرونا الهدف الاول يزن النعيمات يفتتح تسجيل النشامه في شباك طاجكستان في الشوط الثاني مطلع الشوط الثاني من مباراة كل منيات التوفيق للنشامة إذن يزن أنعمات يفتتح التسجيل في مرمى طاجكستان في التصفيات الآسيوية المزدوجة بين كأس آسيا وكأس العالم كل أمنيات التوفيق للنشامة بأن تستمر النتيجة إيجابية حتى نهاية المباراة ولما لا نعزز بهدف آخر كما تتابعون أمامكم على الشاشة إذن الأردن تتقدم على طاجكستان بهدف دون مقابل من جديد إليك محمد نعم فبالتالي هناك تفاؤل أنه يكون هناك نجاح لنابولي موجود هذا شيء مشجع للنجوم أوسيمين كفارتسخيليا وباقي النجوم أن يبقوا في الفريق لأنه لديهم مدرب خبير جدا في الكالتشو وأيضا على مستوى العالم هو مدرب جيد جدا محليا أوروبيا الأمر يحتاج الكثير والجميل أن نابولي لن يلعب أوروبيا بالتالي كونتي لديه كل المساحة مرتاح. ليخلق فريق تنافسي كبير جدا على أمل أن يتم صدام مع دي لورنتس ويستمر الفريق للأفضل تمام محمد إلى مدرب إيطالي آخر بزغ نجمه بالفترة الأخيرة ماريسكا إلى تشيلسي هل هو الرجل المناسب لإعادة تشيلسي لمكانه الطبيعي لتصحيح الفوضى التي قام بها ليس بوتشيتينو مالك النادي بولي في تشيلسي يعني بكل صراحة وبشكل مباشر ما لا يعرفه الجماهير أنه طريقة تقديم وظيفة كانت تشيلسي وهذا شيء تم تسريبه لأثلتيك أنه يريدون كرته قريبة من كرة أرتيتا وغوارديولا حرفيا كان مكتوب هو سبق له أن عمل مع غوارديولا جميل فهذا هو السبب الوحيد المنطقي للإدارة لتعيين ماريسكا لا يوجد لديه أي شيء آخر مهما قلنا ومهما قدم مع ليستر كانت نسبة استحواذ وما إلى ذلك البريمير ليج مختلف تماما إذا تعامل مع تشيلسي الأمر مختلف تماما هي ليست محاكاة لعبة فيديو أن تذهب وتلعب بنفس أسلوب الفريق الفلاني أو مدرب الفلاني أرتيتا تحتاج سنوات هو كان مساعد مباشر لغوارديولا تحتاج سنوات لكي يوجد هذا الفريق وغوارديولا اشتغل على نفسه سنوات وسنوات لا أحد يمكن الوصول لديه ولا يمكن محاكاة ما يقوم به بكل صراحة الأمر صعب جدا فبالتالي اختيار يعني لا نقول لا نستطيع الحكم بالسابق لكن كان هناك خيارات أفضل مثل تشيلسي بمدربين مثل كثير يعني أنا يعني كونتي كان متاح كمثال أليجري كونتي كان متاح يعني أليجري ممكن لا يكون نسبة عدم النجاح أكبر من نسبة النجاح لكن كونتي متمرس وسبق له محقق معهم دوري نعم وأيضا توخيل أصلا المفاضلة كانت ما بين عودة توخيل أو ماريسكا فبالتالي بويلي هو لا يريد شيء من القادة القديمين نعم يريد أن ينسب نجاح له لابد من التصحيح لكن شباب مع الانفعال خبروني أنه يزن النعيمات أنا زيكم عم بتابع من خلال الحلقة نحن على الهواء مباشرة علي علوان اللاعب رقم 9 مهاجم منتخبنا الوطني هو من أحرز الهدف في طاجكستان وليس يزن النعيمات علي علوان على أي حال أي من النشامة بالنهاية نتمنى الانتصار وعمل جماعي الكل لكي يتكرس بنتيجة إيجابية طيبة لمنتخب النشامة من جديد إليك محمد عندما نتحدث عن المدربين لا يمكن أن يمر خبر تعاقد سبيشال وان جوزيه مورينيو مع فينربخش دون أن نتحدث عنه خاصة الطريقة التي قدم بها النادي التركي مورينيو عجبني جدا الانترودكشن أو المقدمة اللي كان مدينة فيها 200 ألف نسمة تحرز دوري أبطال أوروبا بورتو نادي 50 عام بدون دوري إنجليزي مورينيو يجب له تشيلسي نادي آخر 45 عام يبحث عن الأبطال ويفوز به مع مورينيو إنتر ميلان بمعنى أن المستحيل ليس مع مورينيو
بكل تأكيد نعم. هلا كان جميل جدا كنت صراحة. الجماهير التركية لم تصدق الأمر يعني، حتى عندما كانوا في الملعب وشاهدوا التمرين لم يصدقوا أن سبيشال وان سيدرب في نربخشة. هذا كتاريخيا جميل جدا للنادي، والنادي جماهيري وكرة القدم للشعب التركي مختلف، الأمر يشبه أمريكا اللاتينية يعني، يتعاملون مع الكرة كأنها خبز يومي يعني، شيء لا يمكن مزاح فيه. فبالتالي شيء جميل ممكن أن يعيد إشعال ما لدى جوزيه مورينيو، لكن بكل تأكيد على المستوى الفني هي نقطة تراجع، هي نقطة. طب هناك لا يمكن وصفها بأنها مثلا كخطوة أنشيلوتي عندما ذهب إلى إيفرتون مع التسليم بأن إيفرتون دوري إنجليزي، خطوة للوراء في سبيل خطوات للأمام. نعم هي يمكن إسقاطها، لكن في استثناء وحيد وهو استثناء مهم جدا، أن شخصية مورينيو مختلفة عن كارلو أنشيلوتي. هذاك الرجل جدا يعني مرن مع التعامل. نعم نعم مرن جدا. مورينيو ليس مرنا، فهذه نقطة مهمة جدا. يعني شهر العسل ممكن ينتهي قريبا؟ لا ينتهي قريبا، لأنه شوف هو سيلعب مباراتين مؤهل لدوري أبطال أوروبا، اللي هي التصفيات المؤهلة لدوري أبطال. إذا استطاع هزيمة والتأهل لدوري أبطال أوروبا ممكن هناك أن نجد شيء من جوزيه مورينيو مع فينربخشة. يقال أنه مورينيو يفتقد في الزمن الحالي في السنوات الأخيرة في تجاربه للاعبين الذين عندهم الشغف، النهم، الرجولة، القتال الحقيقي في الملعب، عكس اللاعبين اللي أشرف عليهم في بداية الألفية، وكانت أجيال اللاعبين وعقلية اللاعبين تختلف عن جيل السوشيال ميديا الحالي. لربما في الشعب التركي وفي الأندية التركية يجد ذلك. حتى السير أليكس فيريكسون انسحب من ساحة كرة القدم بسبب هذا الأمر. أنه لا أستطيع التعامل مع الجيل القادم من لاعبين كرة القدم. هو فعلياً هو كان معترف بشكل مباشر في هذا الأمر، على عكس مثلاً كارلو أنشيلوتي الذي استطاع التعامل. لكن يفتقد جوزيه مورينيو إلى السبيشال ون الحقيقي. وأيضاً المساعدين المدربين لديهم يعني أثر على المدرب بشكل كبير لا يظهر للإعلام. فقد الجودة في طاقمه، هذا مهم جدا. أيضا مع تغير اللاعبين، وهو بنفسه هو في قرارات نفسه، هو يعرف أنه فقد في وقت ما جوزيه فقد مورينيو كسر. نعم هو كسر مبادئه، هو كسر عديد المبادئ. المدرب الذي دائما يهتف باسم تشيلسي في البلوز وذهب ودرب مانشستر يونايتد، الذي يهتف دائما بإنتر ميلان ولن أدرب أي فريق آخر في إيطاليا، ذهب ودرب وتوتنهام. بالتالي هو كسر من مبادئه، فبالتالي الفريق المدرب عندما يكسر مبادئه كرجل سيتأثر بكل شيء بكل تأكيد. والله الدنيا وكرة القدم تقسو على مورينيو. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث أغلقت جماهير كرة القدم العالمية صفحة الأندية وبطولاتها، وباتت تترقب صفارة البداية لبطولة يورو 2024 التي ستقام منافساتها في ألمانيا اعتبارا من 14 من الشهر الحالي. مباشرة إلى كابتن خالد سعد، أنت كمدرب عندما تتابع منتخبات البطولة الأمم الأوروبية تجد فيها عدد كبير من المنتخبات المدارس الكروية، وأين تقام البطولة؟ في ألمانيا. هذه لها خصوصية لأنه دائما البطولات في ألمانيا بيكون لها نكهة أخرى. الدولة المضيفة تبحث عن اللقب في هذه البطولة بالذات منذ سنوات، تستعصي عليها من حوالي 28 سنة من العام 96. ألمانيا فازت بعد ذلك في كأس العالم لكنها تستعصي عليها. كمدرب مع ناجلزمان، تعتقد أنه البلد المضيف سيكون له وصول إلى أبعد الأدوار ولما لا المباراة النهائية واللقب؟ نعم متوقع. يعني المنتخب الألماني منتخب بالفترة الحالية هو من أفضل الحالات، يعني وجود أفضل لاعبين في الدوريات الكبرى حتى في الدوري الألماني، وجود اللاعبين الألمان بشخصية كبيرة، ووجود ناجلزمان على الإدارة الفنية يعني يضع شيء جميل ولمسة إبداعية للفريق الألماني. ايضا يعني بنشعر معا في الاتحاد الالماني يعني ركز على انه في بطوله كره قدم، ابتعد عن التفكيرات السلبيه، ابتعد عن الامور اللي يعلمها الجميع
انه الاتحاد الالماني توجه الى شيء غير كره القدم، اتجاه للعنصريه، اتجاه لطوائف وما الى ذلك. اليوم تركيز عالي على الكره، على كره القدم، فباعتقاد المنتخب الالماني ممكن ان يمشي بعيدا، طبعا ضمن منافسات اوروبيه ثقيله، يعني المنتخب الفرنسي ليس بالمنتخب الهين، كذلك المنتخب الانجليزي من المرشحين، يعني انا برشح الثلاث منتخبات الالماني الفرنسي والانجليزي. طيب إليك طلحة، يمكن القول بأن البطولة تراجعت شيئا ما على الأقل من حيث المستوى ولو في الدور الأول، لأنه تم زيادة أعداد منتخبات لربما تكون فنيا أقل من بقية المنتخبات، بمعنى آخر البطولة الحقيقية تبدأ بعد انتهاء دور المجموعات؟ مش صحيح معن كلامك، وأضيف على هذا الكلام أنه في فرق عندنا ضعفت، في فرق لا تمتل إلى، يعني دخلت فرق ذات تاريخ، صاحب التاريخ بهذه البطولة دخلت هذه البطولة وهي غير مرشحة. أضف إلى ذلك حتى عندما نتكلم عن إيطاليا على سبيل المثال، حاملة اللقب إيطاليا اليوم بلغة الورقة والقلم إيطاليا مش مرشحة من ضمن أبرز المرشحين للفوز في البطولة. الشيء الآخر أنه في البطولات السابقة، الأربع أو خمس بطولات السابقة لليورو، دخلنا مستبشرين بالعديد من المنتخبات التي قد تقدم كرة قدم بناء على الأسماء التي تمتلكها، وهنا نستشهد ببلجيكا على سبيل المثال، فريق متخم بالنجوم، صح، نجومه من الطراز الرفيع. الآن من خبرتنا مع هذا المنتخب الآن لا نرشحه للفوز بالبطولة على الرغم من الأسماء الكبيرة اللي بيمتلكها. هذا بالإضافة إلى معاناة المنتخب الإسباني مؤخرا، المنتخب الإسباني مش المنتخب الإسباني اللي فاز في البطولة قبل تقريبا 12 سنة أو 14 سنة، مش هذا المنتخب، غابت عنه النجوم السوبر ستار، خلينا نحكي على مستوى المنتخب الإسباني. لذلك تشاهد أنه البطولة محصورة، مثل ما تفضل الكابتن خالد قال، البطولة محصورة تقريبا بين ثلاث منتخبات رئيسية، إنجلترا، فرنسا والمنتخب الألماني، هم الثلاث منتخبات مرشحين. وهذا الشيء معن اذا الان انت يعني بتتذكر معي، هذا الشيء غريب على بطوله اليورو. بطوله اليورو انت بتدخلها بست مرشحين، هذا بالاضافه للشيء اللي انت تكلمت عنه. يعني انا بقراره نفسي اي بطوله يزداد فيها عدد المنتخبات خصوصا بطولات المنتخبات، لا ارى ان هذا الشيء يصب لصالح جماليه البطوله، يصب لصالح المنتخبات، الاتحادات، الشعوب اللي حابه فرقها تشارك. النواحي الماليه، التسويق للاتحاد الاوروبي، وصلت الفكره طلحه اليك محمد. هناك منتخبات اخرى، معلش طلحه لانه الوقت داهمنا اعذرنا، المنتخبات اخرى قد تكون لها بكلمه مثل هولندا الى اخره، مفاجاه بطوله كما كان في اليونان 2004، من ترشح؟ ايطاليا حامله اللقب مثلا؟ ايطاليا مرشح اول للبطوله. مرشح منافس بشكل كبير، لانه اللاعبين الطليان قدموا موسم كثير ممتاز، باستوني، دي ماركو من انتر ميلان، باريلا، سكاماكا مع اتلانتا، عديد اللاعبين، اتشيربي ايضا من انتر ميلان، فعديد، ودرمان اصلا هو يجب الاعتماد على لاعبين انتر ميلان، وايضا بخط الوسط لوكاتيلي وباقي الفريق، وفيكاريو مع توتنهام من افضل الحراس في العالم الان، وجميع انه اعتمد عليه في الوديات. نعم، فبالتالي مرشح ايطاليا بشكل مباشر ان تكون منافسه. مفاجاه النمسا مع رانجنيك، حلو كلام مهم، يمكن أن يقدم يورو استثنائي في هذا. إيطاليا مرشحة والنمسا استثنائية. شكرا جزيلا لكابتن خالد سعد المدرب الوطني، ولطلحة أحمد ضيوف ومحللي البرنامج 442، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول إلى كابتن محمد حلمي راشد محلل 442، صانع المحتوى، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وفن الفوز إن شاء الله. إن شاء الله لغاية الآن 1-0 يا رب، لغاية الآن 1-0 إلى النشامة. وصلنا لنهاية الحلقة، نلتقي وإياكم إن شاء الله الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين أطيب المنى.